كما تابعتم في افتتاح اليوم دورة تكوينية بمناسبة السنة الجديدة، وذلك بشراكة ما بين المعهد العالي للقضاء والأمانة العامة للحكومة. طبعا هذا التتويج، هذه الشراكة بين هذه المؤسستين، هو يأتي تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك بانفتاح المعهد العالي للقضاء على كافة الإدارات والمرافق العمومية الوطنية. وطبعا هذا الانفتاح يأتي في مجال تطوير التكوين في مجال القانوني والقضائي. واختيار موضوع اليوم بشراكة مع الأمانة العامة للحكومة في وتجويد النصوص القانونية هو موضوع له أهمية بالغة، يستأثر باهتمام كافة الجهات التي تسهر على إعداد النصوص وصياغتها بمختلف الوزارات والإدارات العمومية والمرافق العمومية بالمملكة. ورغبة في تطوير هذا التكوين في هذا المجال القانوني، نظمت هذه الدورة التكوينية لفائدة فئات مستهدفة من الأطر العليا بإدارات مختلف إدارات العمومية، لتبادل الرؤى، لتحسين المهارات في هذا الميدان. وطبعا تم انتقاء أجود المكونين من جامعيون ومتخصصون وقضاة ممارسون لتنشيط هذه الدورات التكوينية. طبعا المعهد حرصا منه على تطوير مجال التكوين المستمر، يسعى جاهدا إلى تحسين أداء المؤسسة في هذا المجال، خاصة أنه يعرف مرحلة فيها تغيير نوعي في مسار المعهد العالي للقضاء، ألا وهو إشراف الرئيس المتدبر للسلطة القضائية على التكوين مباشرة بعد صدور القانون الجديد المنظم للمؤسسة. وبالتالي سيكون المعهد ملزما بالعمل جاهدا في المستقبل على تطوير التكوين في المجال القانوني والقضائي لفائدة أطر وأعوان الدولة. الدورة التكوينية هي الثانية من نوعها التي تنظمها الأمانة العامة للحكومة، والغرض منها هو يعني تقاسم المعرفة وتقاسم الآليات القانونية التي تعكف أمانة عامة الحكومة على إعدادها حاليا لتجويد المنظومة القانونية. هناك آليات نحن بصدد إعدادها، ونريد بمناسبة هذه الدورة التكوينية تقاسمها مع المشاركين فيها. ومعلوم أن تجويد النصوص القانونية عملية تشارك فيها عدة جهات، تشارك فيها بالطبع القطاعات الوزارية، أمانة عامة الحكومة تلعب دور المنسق وتلعب دور أساسي في الحرص على الوصول إلى هذا الهدف، ولكن هناك مؤسسات أخرى أيضا تلعب دور أساسي في عملية تجويد النصوص القانونية، هي البرلمان بغرفته، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وكذلك المؤسسات القضائية بجميع مراتبها وأنواعها. وكل هذه المؤسسات الغرض منها هو الهدف من تدخلها أساسي جدا في جعل القانون ملائم للواقع، مقروء بشكل جيد وبشكل سلس ومرن، وأيضا لجعل القانون يتطور مع التغييرات التي يعرفها المجتمع وتعرفها الحاجيات التي يعرفها السكان وتعرفها المقاولة إلى آخره. إن هذا تجويد القانون هو في قلب الاهتمام، قلب الاهتمام، لأنه يؤدي إلى تحسين المنظومة القانونية، وهي المنظومة القانونية التي ترتكز عليها جميع الأنشطة التي تتم داخل الدولة. كنتواجدوا اليوم بالمعهد العالي للقضاء من أجل تنظيم الدورة الثانية من البرنامج ديال التكوين المستمر اللي كتنظمه الأمانة العامة للحكومة بشراكة وتنسيق مع المعهد العالي للقضاء. هذا البرنامج يندرج في إطار تفعيل التدابير الرامية إلى تنزيل الورش الاستراتيجي المتعلق بتجويد النصوص القانونية، سبلها وآلياتها، وتيسير الولوج إليها.
يستهدف هذا البرنامج الأطر والكفاءات العاملة بالحقل القانوني، خاصة تلك التي تشتغل على إعداد النصوص القانونية ودراستها. هذا البرنامج هذا يستهدف الأطر القانونية التابعة للقطاعات الوزارية بما يناهي 70 إطار قانوني، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين والأطر القانونية العاملة بالأمانة العامة للحكومة.